البلاغ ديال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، واللي جا فيه يعني موقف الجمعية من هذا التمطيط اللي كتعرفوا جلسات المحاكمة المتعلقة بملف المعروف بجاك بوتيي ومن معاه المتابعين بجنايات الاتجار بالبشر في حق طبعا مجموعة من الأجيرات شابات مغربيات اللي كانوا ضحية اعتداءات جنسية من طرف هاد صاحب هاد المقاولة لا كومباني داسيورونس ومجموعة من المسؤولين اللي كانوا في هاد الشركة. طبعا كما تبعتوا اليوم جلسة أخرى من الجلسات، حنا رغم إصدارنا البلاغ كندو به بهاد التمطيط اللي كيمس حقوق الضحايا ضحايا اعتداءات جنسية اللي مع الأسف إضافة للعنف الجنسي اللي تعرضوا له من طرف هاد المتهمين، لا سواء اللي متابعين هنا ولا اللي وضعنا في حقهم شكايات باش تم متابعتهم في فرنسا. اولا جاك بوتي متابع من طرف مجموعه من الضحايا اخريات في فرنسا اضافه للشكاوى اللي وضعناها حنا لفائده بعض الضحايا. مع الاسف هنا في المغرب كذلك كنشوفوا هذا النوع من التمطيط ديال هذا الملف من طرف بعض دفاع المتهمين. هناك البعض اللي يتعامل بشكل جدي مع الملف من اجل يعني الوصول للحقيقه، مناقشه الملف، بدايه بحث القضيه والمناقشه واصدار حكم منصف، وطبعا منصف للضحايا اللي هما ضحايا اعتداءات جنسيه، ولكن بعض دفاع المتهمين في كل مره يجد ذريعه لطلب تاخير الجلسه، يا إما لعدم حضور ضحية من الضحايا رغم أن القانون لا يلزم المطالبين بالحق المدني بالحضور. اللهم إذا ارتأت المحكمة ذلك والتزمنا كدفاع بأن نحضر الضحية التي تتواجد خارج الوطن خلال الجلسة التي ستستمع لها المحكمة، يعني هذا التزام منا كدفاع من أجل أننا نزيد بالملف إلى الأمام. كذلك التعذر أو الادعاء بعدم حضور المصرحين، ونحن نعرف على الأقل أننا نبدأ البحث ديال القضية ومناقشة أساسا تأخير الملف الذي كان بسبب الطلب أو الملتمس ديال دفاع المتهمة اللي اعتبرت نفسها أو ادعت أنها عندها مرض عقلي أو نفسي. اليوم كيتبين خلال الجلسة بأن هذا الكلام غير صحيح، وبأن هذه الخدعة اللي كانوا باغي يتلعبوا بها على المحكمة وعلى حقوق الضحايا تفضحت من خلال تقرير الخبرة الذي يثبت بأنها في وضعية صحية رغم أنها تعاني نفسيا، ولكن عندها مسؤولية جنائية قائمة ويمكن لها تحضر في المحكمة، وذلك لا يؤثر على قدرتها العقلية إلى غير ذلك. لما سقط هذا القناع اليوم خلال الجلسة تجاوبت هذه المتهمة مع المحكمة، بمعنى أن هذه المحاولة ديال التلاعب وديال الاحتيال على المحكمة ما نجحتش. اليوم كنقلبوا على سبب آخر اللي هو المصرحين والمصرحات الضحايا، عدم حضورهم تأخير الملف. بالله عليكم، واش دفاع هنا من أجل أن يؤدي دوره للدفاع عن حقوق موكليه يا التامس تأخير الملف ويخليهم في الحبس وخلي الاخرين متابعين في حال الصراح، وفي الاخير الدفاع لا يؤدي مهمته. لهذا كنعتبروا المسألة فيها إخلال مهني جسيم بمهنة المحاماة، هذه أولا. ثانيا فيها مس بحقوق الضحايا، لأن الوقت الذي لجأت فيه هؤلاء الضحايا للانتصاف طلبوا من المحكمة تنصفهم، هذا التمطيط فيه معاناة متزايدة على هاد الضحايا وكتأثر عليهم وما كتخليهمش ينساو، لأن عندهم الحق في النسيان أولا كحق من حقوق الإنسان، ثانيا ما كتخليهمش يبداو حياة جديدة من بعد المعاناة من بعد هاد الوضعية النفسية اللي تعرضوا لها من خلال الاعتداءات الجنسية. لهذا مع الأسف مرة أخرى نلاحظ هاد التمطيط، كنتمناو أن المحكمة توقف هذا النزيف اللي مع الأسف لا يخدمه المحاكمة العادلة، رغم ادعاء بعض الدفاع بأنه يدافع عن المحاكمة العادلة، ولكن هذه السلوكات وهذه الممارسات من بعض دفاع المتهمين في الحقيقة تمس أولا بالمتهمين الذين ينوب عنهم.
حنا نوضحوا المسألة ديال الجمعية. الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أولا موضوع النقاش ليس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، دي جمعية كباقي الجمعيات. النقاش ملف القضية يتعلق بضحايا اعتداءات جنسية ومتهمين متابعين من طرف سيد قاضي التحقيق بالتجار بالبشر. المحاولة الالتفاف على الموضوع هو هروب إلى الأمام، لأن هاد الناس عارفين بأن هاد الوقائع كاينة، بأن هاد المتهمين توبعوا بناء على وقائع ولا تصريحات لا الضحايا ولا المصرحين اللي جاوا حضروا، ولا كل هالدلائل وسائل الإثبات كلها المدلى بها، ولا المتهمة والمتهم اللي تم اعتقالهم في حالة تلبس، ولا كلها أمور يحاولون من خلالها الالتفاف على الملف واللجوء إلى الهوامش بمناقشة الجمعية. الجمعية ليست موضوع النقاش، الجمعية لا يمكنها أن تنصب طرفا مدنيا على اعتبار أنها ما لا تتوفر على المنفعة العامة. وبالتالي نحن كجمعية أساسا نعي هذا الشيء، احنا ناس ديال القانون وعندنا مسؤولية ونعرف حقوقنا والتزاماتنا وحدودها، لكن محاولة مناقشة هذه الأمور أنا أعتبرها هروب من الحقيقة اللي هي اعتداءات جنسية ارتكبت على ضحايا، وفيها هروب اليوم باش نناقشوا هذه الوقائع وباش نوصلوا لأحكام قضائية اللي كتنصف هاد الضحايا.